الحديث إذن مشاهدينا عن الأزمة السياسية في العراق، والحديث أيضا عن الدولة العميقة التي تحكم. معنا عبر سكايب من بغداد رئيس المركز الإقليمي للدراسات السياسية علي الصاحب. مرحبا بكم أستاذ علي معنا. أهلا ومرحبا، حياكم الله. وحياكم. إذن أستاذ علي، هذه الدولة العميقة التي يعني يكثر اليوم الحديث عنها، كيف برأيك تكونت، ومتى، ومن أبرز أركانها في العراق؟ نعم، تحية مسائية لك ولجمهورك الكريم. أهلا ومرحبا. حقيقة الدولة العميقة، أو بالأصح الدولة داخل الدولة، مفهوم نشأ في بداية القرن الحالي عندما حاول أتاتورك إنشاء أو بث العلمانية في تركيا، فأنشأ شبكة سرية تحيط بدولته، سميت في حينها الدولة العميقة، فهي تتغلغل في كل مفاصل الحياة وتحاول السيطرة على كل التحركات من الداخل والخارج. ما يدور في العراق يشبه إلى حد بعيد مفهوم الدولة العميقة، والذي هو في حقيقته هو خلل سياسي وقانوني ودستوري، لكن ضعف الطاقم الحكومي الذي يشكل الآن يسترعي أن تكون هناك حكومة ظل أو حكومة داخل حكومة، وما تسمى بالدولة العميقة. مفهوم الدولة العميقة كما قلت خلل سياسي لا نستطيع من خلاله بناء دولة مدنية أو دولة مؤسسات، لأن هناك جهات غير منتخبة تتدخل وتأمر الجهات المنتخبة في اتخاذ القرارات. هناك من يدعي جهات متعددة داخل العراق بأنها أركان الدولة العميقة، ومنها حتى مؤسسات دينية، الأمر الذي يدعو إلى الاستغراب، فلم يشهد العراق طولة السنوات الماضية هكذا ضعف في المنظومة السياسية، اللهم إلا في فترة الراحل عبد الرحمن عارف الذي تولى المنصب بعد مقتل أخيه عبد السلام عارف، واستلم المنصب لمدة سنتين، كانت حكمه فترة حكمة ضعيفة، تغلل العسكر من خلاله وأصبحوا ما يعرف عن حكومة الظل. عموما واقع الحال في العراق مزري جدا ومؤلم جدا في نفس الوقت، لأننا لحد هذه اللحظة لا نستطيع أن نشخص من هو صاحب القرار، ومن هو صاحب الرأي، ومن هو صاحب الأمر حقيقة. يعني ذكرتم، أشرتم إلى إشارة إلى أركان هذه الدولة العميقة في العراق، ولكن لم تكن هذه الإشارة واضحة. قلتم حتى بعض القوى الدينية ممكن أن تكون من ضمن أركان هذه الدولة. يعني من أبرز شخوص هذه الدولة العميقة برأيكم؟ يعني هو قد تكون سياسية، قد تكون عسكرية، قد تكون بعض الجهات الدينية. أنت تعرف اليوم الوضع العراقي الكل تتدخل به من الداخل ومن الخارج، رغم أننا يفترض تحت حكم ديمقراطي وتحت حكم قانوني، الدستور والسائد والأطر الدستورية هي التي يجب أن تنظم الحياة السياسية، ولكن ما نراه من خرق دستوري سواء بالمدد الدستورية وبالأحكام الدستورية، اليوم للأسف حتى قرارات المحكمة الاتحادية عادت غير مطبقة، وعادت غير محترف بها، وعادت غير سائرة المفعول على بعض الشخصيات وبعض الأركان، مما يدل على أننا مستمرين في الانحدار وفي الدخول إلى دهاليز منظمة. تجاوزنا مرحلة الائتلاف السياسي ثم الانسداد السياسي، ووصلنا اليوم إلى الانغلاق أو الانغلاق. هذا الانحدار أو الانغلاق، أو فلنسميها الفوضى السياسية الآن في العراق، التي يتحدث الآن الجميع عنها وعن السبب من ورائها، التي موضوعنا نتحدث عنه ألا وهو الدولة العميقة. برأيك لمصلحة من تعمل هذه الدولة العميقة داخل العراق الآن؟ نعم، طبعا عدة أجندات تعمل من أجلها الدولة العميقة أو حكومة الظل، منها داخلية ومنها خارجية، وهو الذي أوصلنا إلى هذا المستوى من التخلف السياسي، بل من العهر السياسي. العراق كان بلداً قوياً متماسكاً، بلد مؤسسات، بلد يشار له بالبنان عندما كان صاحب القرار، وعندما كانت أي دولة من دول الجوار أو دول المحور أن لا تستطيع التدخل في شؤونه، لكننا اليوم نشاهد الإملاءات الخارجية
حتى وصلت إلى دول ضعيفة جدا لا تساوي شيئا أمام العراق، بدأت تتدخل بالشأن السياسي الداخلي والشأن السياسي حتى الاقتصادي. احنا اليوم مفروض علينا حتى انه ما تكون عندنا لا زراعة ولا صناعة ولا تجارة ولا حتى تطور. هذا معناه اننا نعيش حالة، وللأسف الشديد نقولها بمرارة، نعيش حالة من العبودية الخارجية. سيدي العزيز، العراق هناك صراعات كتل، صراعات قوى، صراعات تدخلات، تدخلات إقليمية، تدخلات في عمق الواقع السياسي. وإلا بالله عليك، 7 أشهر مضت على الانتخابات ولن تشكل حكومة لحد هذه اللحظة. من المستفيد من هذه العبثية؟ من المستفيد من هذا الخلل في السلوكيات؟ كل الدول تجري انتخابات وتعين الشخصيات التي تتصدر المشهد السياسي، إلا أننا ننتظر الرأي الآخر، ننتظر القرار الخارجي. طيب، متى تتفق دولتان المختلفتان لتصفي حساباتها داخل العراق؟ نعم. هذه كلها انعكاسات سلبية على المشهد السياسي. أوصلنا إلى هذه الانحدارة وأوصلنا إلى هذا المستوى. هذه الانعكاسات، يعني ما خطورة هذه الدولة العميقة وما مآلات هذه الخطورة على الوضع السياسي عموما في العراق والوضع الاجتماعي والسياسي، مختلف الأوضاع التي يعيشها العراقيون الآن، ما خطورة ذلك وما مآلاتها؟ نعم، يعني عندما تكون هذه الدولة أو شخوص الدولة العميقة تتدخل في الشأن وتتدخل في القرار وتمنع بعض حتى القوانين السارية المفعول، القوانين الدستورية، القرارات من المحكمة الاتحادية أو من النظم السياسية، إذن ماذا تعمل هذه الدولة العميقة غير أنها تهدم البيت العراقي من الداخل؟ ونحن رأينا إلى أين أصبح بنا الأمر، أن الخلاف أصبح داخل المكون الواحد وداخل البيت الواحد. هذه كل ضبابية والانعكاسات والمنحيات في السلوكيات السياسية أصبحت ولدى كل العراقيين يدركون تماما بأن هناك جهات تعمل من الداخل ومن الخارج أن يكون هذا البلد ضعيف، أن لا يستطيع إصدار قرارات، أن لا يتوافق بين أبناء شعبه. عزفوا بالماضي على وتر الطائفية ولكن تجاوزها العراقيون بحجتهم، الآن بدأوا يعزفون على الخلاف السياسي لعلها تصغي إلى الفوضى العارمة ولعلها تصغي إلى الاقتتال الداخلي حتى يتفردوا بالقرار ويتقاسموا المغانم ويتقاسموا الأموال. ولكن كيف الحكومة أن تقبل بوجود هذه الدولة العميقة وأن تكون سلطة الدولة العميقة أكبر من سلطة الدولة والحكومة؟ نعم، أنا قلت لك في بداية حديثي، لا تنشأ الدولة العميقة أو دولة الظل إلا على أكتاف دولة ضعيفة أو مناصب ضعيفة. عندما تكون الدولة الحالية أو لنسميها المنتخبة ضعيفة القرار، ضعيفة الإرادة، تكون الدولة العميقة أقوى منها وتأخذ قراراتها. ولا حظ ولا يخفى على أحد كيف أن الأمور وصلت إلى تهديد حتى رأس الهرم في السلطة، عندما استهدف السيد الكاظمي بصواريخ، وعندما حقيقة أصبحت هناك عدة تجاوزات على مراكز سيادية. نحن اليوم نعيش للأسف الشديد الفوضى العارمة، وربما مقدمة الدخول إلى اللا دولة لضعف القرار، لضعف الطاقم الحكومي، لضعف الإرادة السياسية في العراق. لأنه لا توجد توافقات حقيقية. حتى هذه التكتلات التي أنشئت، أنا أسميها تكتلات حقيقة عنكبوتية واهنة لا تلبث أن تضمحل وتتلاشى. لأنها غير مبنية على إرادة وطنية. طيب، لو كان هناك إيثار وكان هناك حب للوطن لما وصل بنا الحال إلى هذا المستوى رغم كل مقومات الدولة. نحن نملك مقومات دولة ولكن للأسف لا نمتلك فرسان دولة. وكما يقول الشاعر، يا سائس الخيل قم للخيل وانحرها، ما حاجة الخيل والفرسان قد ماتوا. نحن بحاجة إلى فرسان سياسة. في الدقيقة الأخيرة، يعني من المستفيد برأيكم من وجود استمرار هذه الدولة العميقة برأيكم أستاذ علي؟ وهل يمكن أن تكون الدولة التقليدية الحالية على اعتبار تبعية هذه الميليشيات أن تكون لها يعني يدها الضاربة؟ بالتأكيد أكثر من جهة تستفيد من هذا الوضع الغير متزن، من هذه الضبابية
وأيضا الفصائل المسلحة التي تحاول أن تفرض هيمنتها بقوة السلاح أيضا هي تسعى جاهدة لأن لا يكون الوضع مستقرا وأن لا يكون العراق موحدا. ولكن على كل ذلك فالشعب العراقي قد عرف اللعبة وعرف مغزى من يحاول العبث بأمنه وقت. نعم، إذن سيد علي الصاحب رئيس المركز الإقليمي للدراسات السياسية في بغداد، شكرا جزيلا لك.